ازيكم يا مواليد برج العقرب، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج العقرب ليوم الثلاث 17 مايو ايار 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 23 اكتوبر ل 2 نوفمبر. عندك عناد كبير في يومك ده، هتنجز من خلاله كتير من الحاجات، لكنك تعتبر غير راضي اكتر من اي وقت مضى. حتى لو كنت بتفكر النهاردة في انك هتقوم بكتير من الانجازات وقلت عند العناد بشكل كبير، هتخسر نجاحك السابق اللي انت انجزته. وايضا صحتك النهاردة هتاخد من خلالها خطوة للوراء وتحاول انك تسترخي، هتخلي راسك تهدى اكتر وهتلاقي كل العوائق النهاردة بتبتدي تختفي ببساطة من امامك بشكل تدريجي اكتر، خاصة لما تبقى انت اصلا مش بتصر على انك تتخطاها بالقوة. توقعات العشرية التانية مواليد 3 نوفمبر ل 12 نوفمبر. عندك نقاط القوة ونقاط الضعف النهاردة. كل ما انت بتبذل طاقتك بتهور وعشوائية في الوقت الحالي، ده كله بيؤدي انه تظهر خلافات بدل من النجاح، لكن لازم انك تكون على دارية بنقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة فيك في الوقت ده، علشان كده ما تحاولش انك تلعب واحدة ضد التانية. لازم تبقى بتتقبل وجود الناقدين وتحاول انك توفق ما بينهم، علشان تعرف تظهر ليهم كل الاشخاص اللي حواليك كشخص افضل من اي وقت. توقعات العشرية الثالثة مواليد 13 نوفمبر ل 21 نوفمبر. النقد النهاردة يعتبر ذاتي جدا وهو هيبقى مفتاح. انت سبب في احتكاكات كتير من الاعمال، وانت لازم انك توجه ليك اللوم ده. هيرجع فشلك لنوبات كتيرة فيها غضب ممكن تبقى بتنتابك. شعورك ان كل الاشخاص اللي حواليك بيعترضوا طريقك هتكتشف من خلالها اهدافك الحقيقية، وهتبلغ كل احبائك انت ازاي بتحبهم ومدى حبك ليهم. في احيان كتير النهاردة مش هيتعامل جسمك بشكل كويس مع الاجهاد الذاتي، لكن في فترات كتيرة فيها راحة هتبقى مستمرة. ده مش الحل السليم، لكن هتحاول انك تلاقي حل وسط بحيث انك تشعر في راحة قريبا جدا في يومك ده.